les élèves, ça sert à rien. كأني ما بعرف شيء، حاسس حالي كأني ما بعرف شيء على الإطلاق. ما بعرفه يعني كل شيء قبل الثورة. نسيانه، المخزن ذاكرتك اللي بيحتوي على أصدقاء، معارف، رفقات، روحات، جيات، أخلاق، أعمال مشتركة، مشاريع مشتركة، كل هذا انتسب. ترجع تشكل علاقاتك مع الزوار كأنه من أول مشتركة.